ضيف اليوم هو مخرج تميز بأعماله وأفكاره، نال جائزة المهر في مهرجان دبي السينمائي الدولي عن فئة أفضل موهبة إماراتية، درس الإعلام العام والرسوم المتحركة في ولاية بوسطن، وهو مؤسس شركة لمترا. بدأ حياته المهنية في عام 2003 في مدينة دبي للإعلام كموظف ومصمم شعارات. بالرغم من صغر سنه، لكن ضيفنا تميز في حبه للأحياء القديمة في دولة الإمارات، وحرص أنه يقدم لنا شيء من الماضي بشكل جميل وممتع. محمد سعيد حارب هو مخرج ومبتكر مسلسل الصور المتحركة الإماراتي الشهير فريج، لكن مخرجنا المتميز ما اكتفى بهذا القدر من النجاح وبس، بالعكس هو انتقل من بعد هذا النجاح لإخراج أول فيلمه اللي هو فيلم راشد ورجب، وأيضاً فيلم النبي في سنة 2014. واليوم راح نتعرف على آخر أعماله وإنجازاته العديدة في هالمقابلة.